كتير حول العالم بيقولوا ايه سر صمود الشعب الفلسطيني. سؤال ملح والله، لو دخلت تتابع على السوشيال ميديا في انحاء العالم بلغات مختلفة، الناس بتقول هو ليه الفلسطيني بيقصف وبيقول الحمد لله، الفلسطيني بيجمع اشلاء ابنه وبيقول الحمد لله اللهم لك فرضا، ليه الفلسطيني بيبص على بيته اللي قاعد يبنيه 20 سنة واكتر وبيقول الحمد لله فدا القدس وفدا فلسطين. بعضهم بدأ يقرأ فلقى ان السبب هو الدين، هو الاسلام، الاسلام اللي بيقول للناس ان كل حاجة في حياتهم هي في سبيل الله، وكل ما اعطي وما اخذ منهم هو من الله ولله. فبدأت الناس تغير فكرها وتبحث عن الاسلام نفسه. الكلام ده قالته واحدة عرفت نفسها انها ملحدة امريكية، وقالت انا بدأت افكر في الاسلام بشكل مختلف، وبدأت عايز اقرا في القرآن عشان اعرف سر الصمود الفلسطيني. دي حاجة جديدة، الصمود الفلسطيني بيخلي ناس تبحث عن سر هذا الصمود فيلاقوه في الدين، فيبدأوا يبصوا للقضايا الفلسطينية وللإسلام وللمجتمعات العربية بشكل جديد، بعيد عن الميديا، الميديا الموجهة، الميديا المدفوعة بأغراض سياسية أو مادية أو مصالح. الناس بقت تبحث بنفسها، ودي فايدة من فوائد السوشيال ميديا في العصر الحديث.